وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم، واحب اشوف تعليقاتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايك علشان كل جديد ومتميز هتلاقوه معايا في مطبخ الامل المتميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخ الامل المتميز. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن بامية باللحمة في الفرن، في صينية فرن عادية من غير طاجن فخار ولا اي حاجة، لكن بطريقة متميزة جديدا. شوفوا معايا هنعمل ايه وهنحتاج ايه. هنحتاج شوية طماطم معصورة، وهنحتاج بصلتين مفرومين ناعم، وهنحتاج فلفل رومي احمر واخضر، وهنحتاج شوية توابل وملح، 5 فصوص ثوم مفرومين، وطبعا البامية واللحمة مسلوقة نص سلقة. وهنبتدي نعمل ايه؟ عندنا صينية وحلة. اول حاجة هننزل هنا في الصينية عندنا زيت، وهننزل باللحمة. نحمر اللحمة كويس، في الحلة الثانية هننزل بالبامية. بجد الطريقة دي يا جماعة تعجبكم ان شاء الله، طريقة جميلة. نشوح البامية كده بعد ما اخدت كده لون معانا. وبعدين ننزل بالفلفل، عندنا البامية بعد ما شوحناها شوية. نبتدي نحط عليها الصوص. نقلب لحد ما ريحة الثوم معانا تطلع. هنا برضو اللحمة، أهم حاجة البصل يتشوح كويس. بننزل بالملح، التوابل، نقلب.
ما نحس ان البامية خلاص كده اتشوحت كويس مع الثوم هنعمل ايه؟ بنبتدي ننزل على اللحمة اللي احنا شوحناها وحاطين عليها البصل والفلفل الالوان والتوابل، ونقلبه كله مع بعض. ناخد تقليبه تاني كده كله مع بعضه. بجد يا جماعه الطريقه دي هتفرق معاكوا جامد، جربوها واحب اشوف تعليقاتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايك علشان يوصلكم كل جديد ومتميز معايا ان شاء الله. مطبخ الامل متميز كده. بعدين بننزل بايه؟ بننزل بالطماطم. وهنا عندنا فص توم ني، حطيه بعد ما تنزلي بالطماطم، بيفرق برضو في الطعم جامد. بنسيبها شوية على النار تاخد غلوة، وبعدين بندخلها الفرن لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي هنطلعها ونشوف شكلها عامل ازاي. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم، واحب اشوف تعليقاتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايك علشان كل جديد ومتميز هتلاقوه معايا في مطبخ الامل المتميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.